نبحث الآن أو ننتقل الآن إلى تفاصيل أخرى وردت على لسان عمر بن الخطاب نفسه، حتى نحاول أن نلم بهذه الحادثة رزية الخميس من كل جوانبها، لأن الروايات السابقة كانت مروية عن ابن عباس. الآن نأتي إلى الروايات التي رويت على لسان عمر نفسه باعترافه نفسه. روى الطبراني في المعجم الأوسط في الجزء السادس الصفحة 162 عن عمر بن الخطاب قال: لما مرض النبي قال: أدعوا لي بصحيفة ودوات محبرة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، فكرهنا ذلك أشد الكراهة. شوف عمر كيف يعترف على نفسه بنفسه، الله عز وجل يدفعه إلى أن يعترف ويدفعه يجري على لسانه الحق من دون أن يشعر في بعض الأحيان، هكذا يدفعه دفعا. عمر ها هنا يصرح يقول: فكرهنا ذلك أشد الكراهة. بمجرد ما النبي قال هاتوا أكتب لكم كتابا، هاتوا لي صحيفة ودواتا أكتب كتابا لا تضلوا بعده، لن تضلوا بعده، يقول: فكرهنا ذلك أشد الكراهة. لما كرهته؟ هل لأنك منافق؟ هل لأنك كافر في الحقيقة؟ ضال، ضال في الحقيقة؟ تريد الضلال للأمة؟ لا يوجد جواب على هذا التساؤل إلا هذا الجواب، وإلا لا معنى لأن يتصدى عمر ويكره هذا الكتاب الذي فيه عصمة الأمة من الضلال. لماذا كرهته يا عمر؟ الآن إذا نستخرج عمر جيفة من قبره ونحاسبه، نخليه في محكمة، إذا سألناه لما كرهت هذا الكتاب، بماذا يجيب؟ ولا يقول كرهته فقط، يقول: كرهنا ذلك أشد الكراهة. إذن كان في هذا الكتاب ما يكرهه عمر بن الخطاب، ولا يكون ذلك إلا استخلاف علي صلوات الله عليه وحرمانه هو وأضرابه من الخلافة ومن الإمرة، لا أكثر من هذا. وإلا لا معنى لأن يكره عمر كتابا إن كان مؤمنا حقا، إن كان مسلما لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا سلم أمره لله ولرسوله صلى الله عليه وآله. فعمر ليس بمسلما حقا أصلا، لو كان مسلما حقا لما كره هذا الكتاب الذي يعصم الأمة من الضلال أشد الكراهة. فقال عمر: فكرهنا ذلك أشد الكراهة. ثم قال: ادعوا لي بصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. مرة أخرى النبي صلى الله عليه وآله يكرر لأنه لا يجد أحدا يمتثل للأمر. فقال النسوة من وراء الستر، عمر يروي هذا، يقول: قال النسوة من وراء الستر، يعني زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا من وراء الستر: ألا يسمعون ما يقول رسول الله؟ فقلت، يعني الزوجات، طبعا الزوجات المؤمنات هنا كأم سلمة مثلا، فكانوا يعترضون على الأصحاب أنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله؟ هاتوا له كتابا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فعمر تصدى لهن، فماذا قال؟ هل المخالفين شوي يلتفتون إلى هذا الأمر حتى يحكموا بأن عمر أهان أمهات المؤمنين؟ فقلت: إن كنا صواحبات يوسف. الله أكبر، هذه إهانة عمرية شديدة الوقاحة لأمهات المؤمنين حقيقة، يعني أن يشبههن بأنهن صواحبات يوسف. من صواحبات يوسف؟ يوسف عليه السلام لما أردنا صواحباته أن يزنين معه والعياذ بالله، راودنه عن نفسه، كادوه، كيد النساء،
تشبه يا عمر أمهات المؤمنين بتلك النساء الفاسقات اللائي أردن يوسف للزنا والعياذ بالله. هاي صواحبات يوسف. عمر يقول إن كنا صواحبات يوسف إذا مرض رسول الله عصرتن أعينكن، إذا مرض تبكون، وإذا صح ركبتن عنقه. إذا كان رسول الله صحيحا معافا تركبون عنقه، كناية عن أنهم يعني يشدون على رسول الله صلى الله عليه وآله، يؤذونه في حالة كونه صحيحا. أما إذا مرض لا، يبدون التأسف ويعصرون أعينهن من البكاء. كيف تهينهن يا عمر؟ خلي المخالفين يرتبون أحكامهم عليه. إذا مرض رسول الله إن كنا صواحبات يوسف إذا مرض رسول الله عصرتن أعينكن وإذا صح ركبتن عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله دعوهن فإنهن خير منكم. رسول الله هنا يدافع عن النسوة اللائي كن وراء الستر، ودافعن عن رسول الله في المقابل إذ قالوا للأصحاب ألا يسمعون ما يقول رسول الله. جاء عمر وأهانهن، عمر رسول الله صلى الله عليه وآله تصدى لعمر وقال دعوهن فإنهن خير منكم، خير منك ومن أمثالك يا عمر ابن الخطاب. فإذا هذا جانب آخر من التفاصيل. طيب، أحمد بن حنبل يروي في مسنده في الجزء الثالث الصفحة 346 جانبا آخر يكشف عن أنه بسبب شدة مخالفة عمر لأمر النبي صلى الله عليه وآله ورفضه كتابة وصيته في ذلك الكتاب، وبسبب شدة وقاحته رسول الله صلى الله عليه وآله رفض نتيجة أن يكتب هذا الكتاب. فروى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده، فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. ومن هنا نلاحظ أنه يعني من شدة قيام عمر بالمخالفة وتكراره للمخالفة والعصيان فإنه رسول الله صلى الله عليه وآله رفض الأمر. وهذا يومئ إلى أن عمر بن الخطاب لم يخالف فقط مخالفة واحدة، وإنما استمر بالتحريض والعصيان والإكثار من اللغط والاختلاف والتنازع في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يمنع رسول الله من كتابة هذه الوصية. الطبراني يروي في معجمه الجزء 11 الصفحة 352 وكذا ابن سعد في طبقاته في الجزء الأول الصفحة 517 عن ابن عباس قال اشتكى النبي يوم الخميس فجعل، يعني ابن عباس، يبكي ويقول يوم الخميس وما يوم الخميس. اشتد بالنبي وجعه فقال ائتوني بدوات وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال فقال بعض من كان عنده، أيضا تخفيف للعبارات، حجب لاسم عمر، فقال بعض من كان عنده إن نبي الله ليهجر، إن نبي الله والعياذ بالله ليهجر ليهذي. قال فقيل له بعد انتهاء الحدث ألا نأتيك بما طلبت، يعني الفريق الآخر الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا مستعدين أن يأتوا بالكتاب بعد هذا اللغط والاختلاف، فقالوا له ألا نأتيك بما طلبت؟ قال صلى الله عليه وآله أو بعد ماذا، بعد ماذا تريدون أن تأتوني بالكتاب؟ بعد طعنكم فيه؟ بعد عصيانكم لي بهذا الشكل الوقح؟ لا فائدة
من كتابة الكتاب والحال هذه.